بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل حلقة خاصة عن شهر شعبان وعن النصف من شعبان. طب ليه بعد النصف ما فات فعلا بعدة أيام؟ عشان صوتنا يبقى مسموع وسط الدوشة اللي بتتعمل والضوضاء اللي بتتعمل ويتقال فيها نفس الكلام ونفس الأدعية ونفس الأحاديث، وكأن الموضوع يعني بيتم بشكل اوتوماتيكي كده كل سنة من غير ما حد يقف مع نفسه يقول اللي احنا بنقوله ده صح ولا غلط. الأحاديث والأدعية اللي احنا بنقولها دي لها أصل ولا ملهاش؟ وهي العملية ماشية والموضوع بقى تجارة، الدعاء بيطبع ونتائج وأجندات وبلاويز ولوحات، وهي الناس بتبيع والناس بتشتري من غير ما تقف مع نفسها وتعرف طب ايه فضل الشهر الكريم والكلام اللي بيحصل ده له أصل من السنة ولا لا. بعد بقى الدوشة ما خلصت على هدوء كده وبرواقة تعالوا نتكلم ونشوف أساسا الذكرى ايه والاحتفال ايه وليه وشكله ايه واللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط. برحب بحضراتكم مرة أخرى وارحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. أهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. كل سنة حضرتك طيب والأمة بألف خير. وأنتم كذلك. نحتفل أو لا نحتفل، دي القصة اللي دايما كل ما تيجي مناسبة دينية أو ذكرى أنا وأنت شخصيا بيبقى هدفنا إن احنا نطلع دروس وعبر مستفادة. مش بنعمل عيد ميلاد ولا بنعمل حفلة ولا المقصود إن احنا نتبادل التهاني او نعمل مأكولات كعادة الأمة الإسلامية في اي مناسبة دينية تفرغها من مضمونها والاهتمام بشهوات البطن، لكن انا هتكلم عن حاجة هسميها بعد اذنك شهوة العقل. ان العقل بقى بيشتهي بقى اي حاجة بدل ما ينتقي ايه الصالح، صح؟ زي شهوة المعدة كده، الواحد يكون جعان يأكل اي حاجة، فالواحد برضو اذا كان عقله جعان بيفكر في اي حاجة وبيعمل اي حاجة وبيقول اي حاجة. مسألة الاحتفال ومشروعيتها صح ولا لا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. أنا محتار والله. القضية دي يعني الموقف اللي أنا فيه عايز أشرح لك سببه. كل سنة بيتقال الكلام والدعاء والدعاء من الحديث الموضوع المنكر الذي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضرتك تعمل الحلقة يطلع لك أحدهم يقول لك ضيعوا حلاوة الليلة وجمال الليلة وبهاء الليلة والليلة الليلة. العجيب العجيب دي بقى أعجب حاجة أنت لسه أكيد ما سمعتهاش، دي أعجب شيء. السيد وكيل وزارة الأوقاف مهلهل النصف من شعبان ومهلهل الحديث وأي الكلام 10 على 10، بس الوزارة احتفلت. يعني أنا جاي النهاردة في جريدة في مجلة الدكتور سالم عبد الجليل، ده راجل محترم جدا وعالم من علماء الأزهر والأوقاف، قايل الكلام الصح إن الحديث موضوع وإن الكلام فارغ وإن وإن وإن، لكن السؤال هل احتفلت وزارة الأوقاف ولا ما احتفلتش؟ احتفلت وهتحتفل السنة الجاية، هتحتفل. الحديث موضوع؟ موضوع. العلماء عارفين إن هو موضوع. الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الفتاوى شرح بما يرضي الله. كل الناس العلماء عارفين ان الكلام ده غلط والحديث ده لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي نشره بالشكل الفظيع ده اللي انت قلته من شويه؟ شهوه العقل. شهوه الفراغ. يعني حضرتك سميتها كده، اسمح لي انا اسميها ايه؟ شهوه الفراغ. وبعدين ما انا بقول لحضرتك اهو، يعني يطلع علاء يقول يطلع له واحد يرد عليه، محمد يقول يطلع له واحد يرد عليه. طبعا اللي بيرد دوت لانه يرتدي الزي الازهري، خلاص الزي اللي بيتكلم مش هو اللي بيتكلم. لكن انا بقول من هنا الامه امانه في رقبه العلماء. الحديث موضوع، حلاوه الليله وجمال الليله وبهاء الليله جت منين الليله؟ ليله ايه؟
ليله ايه؟ مفيش حاجه اسمها نصف شعبان، مفيش. يعني القبله تحولت بالقطع، تحولت امتى؟ محدش يعرف. الاسراء والعروج حصل؟ اه حصل. 27 رجب؟ لا. القبله تحولت؟ اه. في نص شعبان؟ لا. احنا في مهزله. امال ايه؟ دي روايات غير محققه؟ روايات موضوعه؟ لا محققه. اللي حققه الحديث. الحديث موضوع منكر، وعلته ابن ابي سبره. الناس اللي فاهمين التحقيق عارفين انا بقول ايه. في راجل احمد بن حنبل رضي الله عنه وابن معين قالوا في الراجل ده يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شغلته ايه؟ وضاع. امسك الحديث يا علاء. انا برضو عايز الساده المشاهدين يفتحوا القلب قوي، واحنا هنحط دلوقتي النقط على الحروف، وعايز حد يرد. ما هم بيردوا، بس يجوا يردوا معانا، يعني ما يردليش في احتفال ويقول لك ضيعوا لنا حلاوه الليله، هو قصدنا انا وانت، وهو عارف انا بتكلم عن مين، لكن يجي يرد، يجي يقعد قدامي وافتح له الكتاب واخليه هو اللي يقرا، لان ضياع الامه مسؤوليه مين؟ العلماء. ووقوع الامه في البدعه مسؤوليه مين؟ احنا بنقول انت الحديث اللي هم بيقولوا عليه اللي عاجبهم قوي ان ربنا ايه في الليله دي يتنزل. جميل. بيتنزل عندهم هم في نص شعبان. طب والحديث اللي في البخاري ومسلم ينزل ربنا في كل ليله حين يبقى الثلث الاخر ويسال، امتى بينزل؟ كل ليله، مش في نصف شعبان. انت فاهم قصدي؟ يعني عندك حديث موضوع بيقول ان هو يتنزل سبحانه وتعالى في النصف من شعبان. طب انا عندي حديث في البخاري ومسلم متفق على صحته بيقول ايه؟ ينزل ربنا في كل ليله حين يبقى الثلث الاخر من الليل، كل ليله، ويسال سبحانه وتعالى هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟ لا ما فيهاش من تائب. هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل يعني الرواية الصح مسترزق. يعني انت عايز ايه حديث انه بيتنزل كل ليلة؟ مفيش خصوصية لهذه الليلة بالتحديد يعني. بالظبط. لا وانهي افيد لك؟ يعني اذا كان هو على كلامهم بيتنزل في نصف شعبان، لو انا مت 13 شعبان اتسوحت راحت عليا السنة، ايه القصة؟ انما لما يتنزل كل ليلة بقت فرصتك انت ايه؟ اكبر، ومفتوحة كل يوم 365 يوم. وهذا الحديث يتسق مع منطق أحاديث رسول الله في التوبة. يعني اسمع أحاديث الرسول في التوبة كده: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. القرآن بيقول إيه؟ بيقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون في النصف من شعبان ثم يتوبون من قريب. يبقى اللي يتسق مع الآية الحديث ده اللي هي كل ليله. فاهم قصدي؟ طب ايه انك تمسك في حديث ضعيف؟ ايه انك تمسك في حديث موضوع؟ اسمع الجمله دي. يقول لك ما هو الحديث الضعيف، عارف العذر اللي هو اقبح من الذنب، يؤخذ به في فضائل الاعمال. اي فضل يجي من حديث ضعيف او موضوع؟ اي فضل؟ اذا كان الحديث ثبت انه موضوع على رسول الله، يجي منه يجي فضل بيه ازاي؟ ده انت المفروض انت كراجل استاذ حديث او راجل اهل سنه تعمل ايه؟ ترد الحديث ده. بل بالعكس، انت يجب انك تطلع تقول يا جماعه احذروا هذا الحديث. يا جماعه لا يصح ان احنا، انا بقول لك احترمت جدا الدكتور سالم وقلت سبحان الله، يعني الراجل قايل الحقيقه، بس الوزاره احتفلت والحديث اتقال والمذيع بيقول ايه؟ احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، وطلع الشيخ قال الحديث. احنا في مهزلة، احنا في مهزلة. يعني انا وانا بقرا النهارده الدكتور سالم قايل ايه، وانا بحب الراجل ده جدا وبحترمه وراجل عالم وبيتكلم كلام صح، قلت سبحان الله، جايز دي حاجة خارجة عن ايده، لان هو وكيل وزارة الأوقاف. هذه القضية بعرضها قدامك اهو. الحديث موضوع وعندي حديث صحيح، مش انت عامل لي تنزل الله في ليلة في السنة. ده الحديث ده الصحيح
كل ليله. طب ايه اللي مخلي الناس متشعلقه بالحديث ده قوي؟ يعني ايه الفايده؟ ايه هجاوبك تاني. ايه بقى الميزه؟ اقول لك بقى، انت قلت شهوه الايه؟ العقل. خلينا اسميها شهوه الفراغ. فراغ ديني، انت فاهمني، وانا راجل نص متدين، ما انا بكلمك بالصدق اهو. ما هو مين اللي بيتشعبط في الكلام ده؟ ان الراجل مش عايز يلتزم كل ليله. فانت عملتها له ايه؟ ليله، ليله في السنه كلها اوكازيون. يا عيني عليك، ده انت 10 على 10. انا هصحى كل ليله؟ افهم كلامي. يعني هو هيرد عليك يقول لك انت علاء عايز نصحى كل ليله؟ ايه ارمي علاء ده خالص، انا اسف في الله، اركنه. ويطلع لك بقى يقول لك ده مش متخصص، ده مش خالف، مش خريج ايه ده، ها؟ والتحقيق علم، هما ما بيقربولوش، هما ما بيقربولوش ولا اشتغلوه ولا يعرفوه. فالقضيه خطيره يا جماعه كده، ما ينفعش كده. يعني يطلع واحد يقول لك 4 سجاير وخمس سجاير ومش عارف ايه، ولا حد رد عليه منهم خالص. طب تعرف يا دكتور، اقول لك ملحوظه، يعني واحد زي يعني السيد المبجل اللي حضرتك بتتكلم عنه، انا شايف ان هو يعني من فضل الله ومن رحمته، لانه يفضح نفسه بنفسه، يعني عارف، بس انا شهدي شذوذ الفكر الذي يعني يقول به واضح قوي، لان قال حتى رجل الشارع العادي اللي مش متخصص عارف ان السجاير حرام اساسا في رمضان وفي غير رمضان. انا بسال فين المؤسسه الازهريه، وفين دار الافتاء، وفين ده الأخطر، الاوقاف ده الاخطر بقى من الرد على هذا الكلام. العلماء فين دور العلماء بقى؟ لا فين بقى؟ لكن لما انت تقول ان الحديث موضوع، يطلع يرد عليك ورد هو يعرف انه كذاب وبيكذب في هذا الكلام وبيفتري على الله وعلى رسول الله. طب ما ردوش ليه على اللي بتاع 4 سجاير والسنه دي يمكن طلع لك بفنجان قهوه معاهم مثلا، يعني في رمضان، فين الرد عليه؟ فانا بقول اهو، بنحط الامه قدام مسؤولياتها. لان اللي انا عايز اقوله للساده المشاهدين، انك مش هتعفى لانك سالت الشيخ فلان او لانك سمعت الشيخ فلان. وكل انسان الزمناه طائره فين؟ في عنقه. بس. ولذلك انا بقول اهو، مفيش حديث صحيح في ليله النصف من شعبان، ولا حديث صحيح. الدعاء بقى اللي هم متمسكين بيه، انت عارف الدعاء ده بيقول، الراجل بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ بيقول له اذا كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا، غير واكتبني النهارده سعيد. فمحو شقاوتي. صح؟ يعني بيطلب من ربنا عكس ما القرآن أثبت لله تبارك وتعالى. القرآن أثبت لله تبارك وتعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن. وكل شيء عندنا أو عنده بمقدار. صح؟ ما ينفعش أنت تنفع تغير رأيك، لكن ربنا ما ينفعش. أنا بشرحها بالبلدي خالص أهو، علاء محمد كلنا كده. يعني يتقدم لعلاء مثلا لبنته عريس مثلا، علاء يرفضه. انا والاستاذ عبد اللطيف عارفين ان الراجل ده كويس، نيجي نقعد مع علاء نقول له رفضته ليه؟ يقول انا كذا، نقول له لا ده كذا، فاهم انت؟ نقنع علاء فغير رايه، فيغير رايه، لان احنا اغيار، ولاد اغيار. لكن المولى عز وجل اللي علمك، يعني عقيدتك انت الثابته في القران ان ربك هذا سبحانه وتعالى ما يبدل القول لديه، تقوم انت تقول له غير؟ اذا كنت كتبتني غير. شوف يعني نص، شوف نص يعني. وفين؟ بص فين؟ في ام الكتاب. ما انا بقول لك اللوح المحفوظ، انت فاهم، اللي فيه اقدار الناس وكل اخبار الكون، نمسحها ونغير عشان خاطر البشر. هيطلع لك واحد يقول لك طب ما هو، طب افترض واحد بقى كان مكتوب كذا، هو يسال الله ان يسعده، ان يغفر له، ان يتوب عليه. انما الصياغه غلط، ما تجيش من رسول ابدا، ما فيش رسول يقول هذا الكلام. وبعدين انا بقول لك، انا بكلمك متن، خش بقى على السند. بقول لك في راجل ابن ابي سبره ده، احمد بن حنبل وابن معين الاثنين قالوا كده، يضع الحديث على رسول الله. دي وظيفه الراجل ده، ازاي تاخد منه حديث؟ هي دي القضيه علاء. فالقضيه خطير، انما القبله تحولت. اه طبعا تحولت، والايات واضحه، وده اللي يهمنا الحقيقه. الله يفتح عليك. ان انا اقول اذا كان في ذكرى اسلاميه، مناسبه في التاريخ الاسلامي تستحق الوقفه عندها، وتستحق ان احنا نشوف ايه اللي ممكن نتعلمه ونطبقه بعد كل القرون دي، نقف ونعمل مجلس علم ونحتفل بالعلم، مش بالفراغ ومش بالبطن. بالظبط كده. طيب
مسألة القبلة فيها نوع من الرمزية عايزين نتكلم عنه. هسأل سؤال كده ونجاوب عنه بعد الفصل. اتفضل. أهمية الموضوع، هل ممكن تكتسب بعد من مسألة إن لازم الأمة إذا كانت عايزة توصل لشيء طيب ومحمود لازم تتوحد حول هدف، لازم يبقى القبلة أو الاتجاه واضح وتبقى الأمة عارفة هي ماشية فين ورايحة فين؟ ده النهاردة العلوم الإدارية الحديثة بتحدد أساليب تحديد الأهداف وبعدين الاستراتيجيات اللي تحطها عشان توصل للهدف والكوادر المدربة اللي فاهمة اللي هتبقى فاهمة إزاي تطبق الاستراتيجيات عشان توصل للهدف، شغلانة كده كبيرة الإسلام علمها لنا من زمان، من أول ما الدعوة قامت على أكتاف رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم ومعاه ست أشخاص والستة دول يعملوا نواة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، تنتشر الدعوة، تخرج ناس تروح الحبشة، تخرج ناس تروح المدينة، تأسس دولة تفتح العالم كله وتوصل النور الإلهي. مش دي استراتيجية؟ مش ده هدف واضح؟ مش دي كوادر مدربة؟ طيب هل نقدر نقول ان اهم درس النهاردة هو موضوع ان القبلة دي يعني المسلم يبقى عارف هدفه ويخطط له ويوصل له وينجح في انه يوصل له؟ تعالوا نجاوب بعد هذا الفصل، تابعونا مرة اخرى. وحدة القبلة رمز لوحدة الهدف، رمز للأخوة الإسلامية، انه في النهاية كلنا رايحين في مصير واحد، هدفنا واحد، اخلاقنا واحدة، شرعنا واحد، طريقة حياتنا واحدة ومنهجنا واحد. هل كل دي رموز في رمز واحد؟ بالقطع هي الذي يتبقى الآن للأمة القبل، الحاجة الوحيدة اللي موحدة الأمة. أنت شايف اختلافات فقهية واختلافات عقائدية واختلافات في المناهج واختلافات في الطريقة واختلافات في كل شيء، فالباقي لنا كلنا إيه في شتى بقاع الأرض كمسلمين لله؟ القبل. وهي لها اللي انت قلته ده كله مظبوط، ضيف عليه نقطة مهمة جدا، ان ربنا عايز يثبت لك ايه؟ وحدانيته، ان الكل بيتجه لايه؟ لمكان واحد، لان المعبود سبحانه وتعالى على اختلاف الازمنة بقى. يعني انا زمان ضربت لحضرتك مثال لما قلت لك الظهر في القاهرة بيبقى الساعة واحدة وفي اسكندرية وخمسة وفي مثلا الساحل الشمالي وربع وفي مرسى مطروح ونص وفي ليبيا اتنين، تدنك ماشي كده البلد اللي تيجي معاك كده على المدار يبقى عندها الظهر الساعة 4 وعندك انت العصر 4 و5. يعني الفرق بين الظهر والعصر مش بتاع محمد ولا علاء وهم في القاهرة، هو عنده الظهر بتاعه الساعة 1 والعصر 4:30. من 1 لـ4:30 ده مش وقتي، ده وقت بلاد تانية، بدليل ان هو علاء بطلبها منه واحدة. لو هو راح مرسى مطروح يجي يصلي ساعة واحدة اقول له ايه؟ لا استنى لسه الظهر ما ادانش، انت لسه ظهرك ده واحدة، ده في القاهرة لو انت في القاهرة. لكن لما بيصلي في القاهرة وبيصلي في مرسى مطروح وبيصلي في امريكا الوقت بيختلف، صح؟ لكن القبلة ايه؟ واحدة. يبقى الوقت بيختلف عشان الكون كله يبقى ساجد 24 ساعة لهذا الإله الحق، بس على قبلة ايه؟ واحد. جميل. يبقى دي بتثبت لك وحدانية هذا الإله. يعني زمان مثلا هضرب مثال بس الناس يا رب يفهموني، اللي كانوا بيعملوا الأصنام كانوا بيحطوها فين؟ في الكعبة. يبقى ده استشعار منهم بإيه؟ بقدسية هذا المكان، صح؟ لكن محدش فيهم فكر بقبلة للصنم ده، ما قالش هنشوف ميدان ولا شارع ولا منطقة نحط فيها الصنم. يعني شوف بالك الكعبة مستطيلة لكن انت بتطوف حواليها ازاي؟ دايرة دائرية. دايرة ليه؟ علشان من كل بقعة تبقى قبلة. هم لما كانوا بيحطوا الأصنام في الكعبة ما حدش فيهم فكر على توحيد الإيه؟ مش هقول بقى القبلة، ما يعرفوهاش هم، الاتجاه. واحد يحط اللاتي كده، واحد يحط العزة في ظهره، يعني مش ما جاتش في دماغهم دي، وده يبين لك إن ده مش دين. يعني منهجية الإسلام في اللي أنت قلته قبل الفاصل
ده يبين لك ان ده ايه؟ اله، شرع، منهج، ديانه، دين واحد والديانات ايه؟ تختلف. لكن الاصل ايه؟ واحد. بالظبط كده. والقبله بقى تدي رمزيه كل اللي انت قلته. يبقى فعلا هذا المعبود واحد. جميل. في سوره البقره الايات اللي بتتكلم عن تغيير القبله وبتتنبأ بكلام الناس قبل الناس ما تقول، سيقول سفهاء من الناس. نعم. تعالى نسمع كده بعض الايات وهسألك اسئله مهمه على موضوع القبله. طيب. ومساله تغييرها. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. القبلة اتغيرت. طب هي اتغيرت ليه؟ والقبلة كانت أساسها إيه؟ وأول قبلة هي إيه؟ يعني بالمنطق كده المفترض إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، اللي في مكة. بالظبط كده. فلما يجي الرسول الخاتم اللي اسم الديانة بتاعته والرسالة الخاتمة بتاعته على اسم الشرع العام. بالزبط. الإسلام اللي هو التسليم بوجوه إله والاستسلام والانقياد للأوامر والنواهي. تمام. كل الأنبياء نفس القصة. تمام. فربنا يسمي هذا الدين أو هذا الرسالة، هذه الرسالة باسم الشرع العام الإسلام. ليه يتقال له لما يتفرض الصلاة صلي للمسجد الأقصى؟ ليه مش للمسجد الحرام اللي هو أول قبلة؟ فقبل ما نسأل السؤال بتاع الله، طب هي قبلة تحولت وربنا خلاها من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، نسأل طب هو ليه أساسا ربنا ما قالش من الأول صلوا للمسجد الحرام وقال صلوا للمسجد الأقصى؟ هقول لك. شوفي علاء، الآراء هنا في الموضوع ده كتيرة، لكن عايزين آراءنا تبنى على القرآن والسنة الصحيحة. ده الرأي الإيه اللي يقابل المنطق والعقل. مسألة سيقول السفهاء من الناس جت في سورة الايه؟ البقرة. البقرة. تمام؟ تمام. التحويل انا عايز اسميه في الحقيقة زي ما بنقولها اعادة لما كان عليه الاصل. بنص قول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ان اول بيت وضع للناس للذي ببك. لو انت خدت بالك من الاداء البياني البلاغي في هذه الآية، ان الناس هنا ما عملتش حاجة، ده البيت ايه؟ وضع. وضع لهم. الفعل مبني لما لم يسمى ايه؟ فاعل. وعشان كده قلنا اللي بيقول ان ابراهيم بنى البيت غلطان. انت عايز تقول يعني عايز تقول البناء ده بناء رفع قواعد، نقول لك ماشي، انما بناء انشاء يبقى انت
بتقول عكس النص القرآني. ليه؟ الآية بتقول إن أول بيت وضع للناس، أدم وضع للناس يبقى واضعه لازم يكون من غير الناس. لأن الفعل مبني، الفاعل هنا فين؟ الفاعل هنا محذوف ونائب الفاعل حل محله، المفعول به بقى نائب فاعل. بالظبط. دي حتة لغوية غصب عننا بس عشان الناس ما تزعلش مننا. فمن الذي وضع؟ أنت بتقول وضع للناس. يعني زي ما أقول مثلا حاجة اتعملت لعلاء، يبقى علاء إيه؟ مفعول به، مالوش علاقة. مش أنا اللي عملتها. مش علاء اللي عملها، لأن هي اتعملت له. صح؟ يبقى إذا من منطقية هذا الدين إن القبلة اللي اتحطت للناس وضعها غير الناس. صح؟ صح. وتبقى الناس جت على القبلة، يعني اتولدوا اتخلقوا على ايه؟ على القبلة. على القبلة. واضحة دي؟ اه. وعشان كده قلنا مفيش فاعل من الناس. صح؟ طيب تحويل القبلة، احنا بنقول تحويل او تغيير، او عايزين نركز في الالفاظ. المسلمين او المسلمون قبل رسول الله كانوا بيصلوا فين؟ في اتجاه ايه؟ المسجد الاقصى. لا لا، انت تقصد قبل الرسول، يعني ابراهيم عليه السلام للكعبة. طبعا، لان ده اول بيت ايه؟ وضع للناس. صح؟ صح. لما بعث الرسول، انت قلتها في وسط كلامك، ان منطقيه الامور انه كان يصلي فين؟ في الكعبه. للكعبه. يتجه الى الايه؟ الكعبه. الكعبه في الوقت اللي الرسول بعث يعمل ايه؟ ينهي عهد الوثنيه. الكعبه كانت في الوقت ده مدنسه بالايه؟ بالاصنام. بالاصنام. فلو توجه الرسول الى الكعبه كانه يسجد لمين؟ للات والعزى. خالد بن الوليد نفسه كان بيسجد لصنم العزة ده ويقول له يا عزة سبحانك، بيسبحه قبل الإسلام. طيب ناخد مثال كده، خالد عمل ايه؟ وهو ده اللي حصل. خالد لما الرسول اشتغل في قلب خالد، طبعا كان يقدر الرسول يهد اللات والعزة، لكن الدرس اللي استفاده محمد صلى الله عليه وسلم من إبراهيم عليه السلام، ان لما إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه كسر لهم الأصنام، أمنوا نص يوم كده ثم نكسوا، مش كده؟ لأنك أنت اللي كسرتها لهم. إنما لو اشتغلت معايا أنا، اشتغلت في قلبي وخلتني أنا اللي كسر الصنم، أرجع ابني تاني؟ لا، خلاص بقى أنت اشتغلت صح. فهو خالد بن الوليد عمل إيه؟ هو اللي مسك فاس وكسر وقال له يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهنك، خلاص أسلم. يبقى أنا شاهدي في الكلام، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة كما كان المسلمون من قبله على ذلك، لقيل محمد بيسجد للأصنام اللي جاي يلغيها. صح؟ صح. طيب فشاءت إرادة الله، بس أنا عايزك تصحصح بقى معايا في الحتة اللي جاية دي قوي، شاءت إرادة الله أن يبدأ صلاته لفين؟ لبيت المقدس. بعض الآراء بتقول لك كان عشان ايه؟ يجمع شتات الرسالات السابقه. يعني يبقى يعني عمليه ايه؟ توحيد انا مش ضد الراي ده. بس مش معاه 100%، يعني ما يهمنيش قوي. انما اللي يهمني قوي اللي انا قلته، ان لو ان رسول الله سجد في اتجاه الكعبه اللي مليانه اصنام، كنت انت يبقى انت في الحاله دي بتعمل الشيء وعكسه. جاي تلغي اللات والعزة وبتسجد في اتجاههم، ما ينفعش. وده ما يمنعش برضو انه يعني يبقى في اشارة لوحدة الرسالات ووحدة الانبياء. لا بأس. لا بس خد بالك بقى من النقطة اللي جاية بقى. هتحل لك المسألة. الصلاة فرضت فين؟ في رحلة الاسراء والعروج. صح؟ اه. خدت بالك من لفت نظر جه في سورة الاسراء؟ قال لك سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ده الإسراء وده التحويل. وصلت ولا لسه؟ يعني دي كانت إشارة وإنباء إن ده هيحصل من المسجد إلى المسجد. يعني كأني بالقرآن بيقول إيه؟ خدوا بالكم إن المسجد الحرام ده أولى القبلتين بقى، مش ده. ما هو عندنا خطأ شائع دلوقتي يقول لك أولى القبلتين، إذا كان قصدهم بالنسبة لنا يبقى الكلام صح. هو أولى القبلتين بالنسبة لإيه؟
لمحمد لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. برافو عليك يا علاء. مش مطلق. لو مطلق يبقى فيها غلط. طيب تعال نطلق كده، اول قبلة كانت ايه؟ ان اول، هيرد عليك القرآن، ان اول بيت وضع للناس. صح. طيب خدتوا بالكم بقى في الاسراء لما قال سبحانه، واحنا قعدنا نشرح في سبحان دي، سبحان الذي اسرى من الى، من الى دي انتوا خدتوها على ان دي رحله الاسراء. صح. طب ليه ما خدتهاش انها اشاره ان هيحصل سجود في اتجاه ده بدليل انه قال عليه ايه؟ مسجد. وقال على ده ايه؟ مسجد. وكانت لسه الصلاه ما اتفرضتش. فالمسجد الحرام مسجد بفعل المسلمين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى على عهد عيسى. ايوه. اليهود على عهد موسى. ابراهيم. اتباع ابراهيم. بالظبط. الله يفتح عليك. ادم. لان احنا قلنا لما تاخد انت ان ابراهيم اللي بنى البيت، ظلمت الناس قبل ابراهيم. لان الايه بتقول ان اول بيت وضع للناس. لو قلت ابراهيم اللي بنى، طب الناس اللي كانت قبل كده كانت فين؟ لا، ده اللفظ شامل. ده من عهد ادم القبله دي. دي قبلة الناس من عهد آدم إلى بداية عهد صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن بسورة الأسراء بتلفت النظر، خدوا بالكوا هيحصل إيه؟ ده التحويل أهو. أحول الصلاة والقبلة من الكعبة. أيوة. أوجهه المسجد الأقصى مؤقتا. بدليل في الآيات اللي انت سمعتها لنا، قال له وما جعلنا القبلة التي ايه؟ كنت عليها إلا. يعني دي مسألة امتحان. وصلت اهي معاك اهي. دي مسألة امتحان. ربنا سبحانه وتعالى عايزها عشان يكشف ايه؟ اللي هيسمع، اللي بيقول سمعنا وأطعنا، من اللي بيقعد يقول ايه؟ طب وليه؟ وحصل ومش مقتنع ومش منطقي. وسماهم ايه علاء؟ سفهاء. ولو هم مش سفهاء ما كانوش قالوا. برافو عليك. فاصل ونواصل، تابعونا مرة أخرى. السؤال طيب اللي عايز يعني برضو نبدأ بيه بعد الفاصل على طول، مسألة الفلترة أو الاختبارات أو الترشيح، مش ترشيح يعني انتخابات، أقصد يعني عملية الفلترة، تفهمين أقصد إيه يعني؟ يبقى في لا ما لناش دعوه مجلس الشعب والشورى، بتتكرر في اكتر من تاريخ اسلامي. لما اتكلمنا عن الاسراء والعروج واستغربنا ان الله ازاي يبقى الاسلام محتاج اتباع وانصار ودعوه في بدايتها، وعايزين ناس تخش كتير في الاسلام، وربنا يعمل حادثه معجزه العقل البشري يعجز عن تصديقها فناس كتير تكذب، وقلنا ان ده عشان يتعمل فلتره ويتعمل عمليه ترشيح، ايمانه ضعيف ما ينفعش يروح يبني المدينه في المدينه المنوره. هل ده برضو نوع من الترشيح، نوع من الفلتره، عشان برضو اللي ايمانه ضعيف ما يلزمناش، خصوصا احنا بنتكلم ان ده مجتمع بقى مدينه والمنافقين شغالين. والمنافقين شغالين. فاحنا محتاجين نستبعد كل ده. بالظبط. خد بالك بقى من نقطه اهم علاء. انه راح يعني لما جه يكلف الرسول بالصلاه في العروج الى السماء، ودى الاول من المسجد ده للمسجد ده. طبعا المسجد ده يعلمه رسول الله، عارف الكعبه دي، عارفها. لكن المسجد الاقصى ما كانش شافه ولا عارفه، وده اللي هيبقى قبلته. فكان لازم يعمل له زياره، مش كده؟ وعشان كده ما خدوش من مكه مباشره للسماء. اهو ده الكلام بقى، ده اللي انا قلت لك يوم الاحتفال. بس كان اظن من سنتين قلت لك في حاجه مش عايز اقولها. هي دي، مش عارف كنت انا وانت فين. شفت وقعتك خليتك تقول. انت فاهم؟ انت فاهمني ازاي؟ فهي دي الحكمه بقى الحقيقيه عندي للاسراء، انك انت يعني انا هقولها بس عليك انت بقى، يعني عشان ما اتكلمش على الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، ولله المثل الاعلى. علاء انا هعمل له حاجه يعني صعبه جدا، والمولى عايز يعني المولى هيقضي بذلك. خلاص هتصلي للمسجد الاقصى. اقول لك وديه شوفه بالبلدي كده. ليه؟ عشان لما يتجه يبقى، وبالرغم من ذلك منه هو صلى الله عليه وسلم راحوا بالليل،
ما كانش في دماغه الحدوته، يقوم ربنا يسخر اللي يساله عنه. كان دي مساله ايه؟ انا هخليك تستوعبها بالعافيه بقى. فلما يتسال صلى الله عليه وسلم يقول اه ده انا ما ركزتش. فيحصل ايه؟ عمليه عارف نقل على الهواء مباشره، دي زي ما انتوا بتعملوا في الكوره يعني تبقى انت هنا في القاهره وتتفرج على ماتش في امريكا، ارسال يتنقل. ويصف لهم المسجد وهم عارفين المسجد، اللي بيروحوا الرحلات دي شافوه فيوصفوا صلى الله عليه وسلم. الغرض ان هم يصدقوه، والغرض اللي قبل كده ان هو ايه؟ يثبت عنده كقبلة، القبلة اللي هيروح لها. والآية بيني وبينك لو حد بيقف آية تقيلة، على آية من العيار التقيل يعني ان صح التعبير. سبحان الذي أسرى، انتوا خدتوها على انها ايه؟ اسراء، عشان معجزه مش كده؟ طب خدتوا بالكم من المسجد الى المسجد وما كانتش الصلاه اتفرضت؟ فمسجد ايه؟ مسجد مين؟ مسجد غير مسجد غير اتباع محمد. ايوه، اللي برضو كانوا مسلمين، المسلمين اللي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. كان ده مسجدهم اللي هو المسجد الحرام. طب خدتوا من ده ليه؟ عشان دي هتبقى القبله الجديده مؤقتا. وبعدين يقوم المولى بقى يوقع في الآيات هنا، يقول له إيه؟ فلنولينك قبلة إيه؟ ترضاها. سؤال، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش راضي؟ لا، هي مش كده. خد بالك، الرضا في رضا بطاعة، وفي رضا أو في عدم رضا بعصيان. ده بتحصل معانا. أقول لك على أنا ليه عندك طلب؟ أوعى ترفض. فتقول لي طب أنا هعمله بس أنا مش بس انا هعمله. هنا بقى لازم نفهم الحته دي، يعني ايه ترضاها؟ اصل لما انا اقول لك في ايات في كتاب نازل على هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه، فيبقى هو يعني عقله وعواطفه وجوارحه منطقيه الامور ان هو هنا في الكعبه، وقبل ما تفرض علي الصلاه يا رب العالمين انت قلت لي من المسجد إلى المسجد. فأنا محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى على الله، لكنه مش غير راضي، مش معترض. لا، مش طبعا، بدليل إنه هو عمل طلب إزاي. قال له قد نرى مثلا توجهك إلى السماء وأنت بتدعو أو بتسأل، كلامك دعائك طلبك، لا، تقلب إيه؟ الوجه. لانه هو ما يقدرش يطلب حاجه زي كده صلى الله عليه وسلم. شوف الادب يا اخي، ادب ووعي. ان دي خد بالك، دي مساله في يعني في قلب العقيده. حط الكلام ده في كفه وحط ان الناس لما يحصل لها حاجه مش راضيه عنها، هي دي بقى ليه كده يا رب؟ ليه كده يا رب؟ انا عملت ايه في دنيتي؟ اشوف بقى، ده انت تاخد بقى الايه دي تقولها للناس دول، دي تقولها للناس دول، ان اهي دي مسألة عقائدية، والمفروض ان ايه يعني الرسول كرسول يعني يبقى عايزها زيه زي ابراهيم، مش هقول بقى موسى وعيسى عليه السلام، يعني زي ابراهيم صح. وانت يا رب اللي قلت لي ان اول بيت وضع للناس للذي ببك مباركا، يعني انت في المسجد الاقصى راح ضيف له حتة كده متقالة عن المسجد الحرام الذي ايه؟ باركنا حوله. بس في فرق. الكعبة قال ان البيت نفسه هو اللي مبارك. ايوه، لكن هناك البركة حوله. طب دي يعني مش برضو يعني فوتها دي. مش كل مرة. مش كل حاجة. طب لا، اوقعك الحلقة الجاية. السنة الجاية. ان كنا بنعمل ان شاء الله يعني. هي مهمة جدا على فكرة. مهمة جدا. ليه حوله؟ بس فعلا سامحني فيها. لكن أنا عايز أقول لك علاء إن سورة الإسراء كانت إشارة للموضوع ده، وسورة الضحى قبل الإسراء كانت إشارة للي هيحصل في الإسراء كإسراء، ولتحويل القبلة ولإعادتها. قال له إيه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهنا قال له إيه؟ ترضاها. يعني سورة الضحى كانت بتشير إلى إن هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم ربنا هيرضيه، مرة بالإسراء ومرة بالعروج ومرة بالتحويل ومرة بالإعادة، لأن سورة الإسراء ألمحت إلى ذلك بس ما حدش واخد باله.
فقال له سبحان، وخد بالك احنا قعدنا نقول في سبحان دي كام سنه، الذي اسرى بعبده من الى، ولما جه عند اله لانه ما اتقالش فيه حاجه في في في, في البركه بتاعته، لانه قايل هنا ايه، ان اول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، يعني وصفه كده. وبعدين وهدى، يعني اداله شويه توصيفات ايه تليق بمقام القبله الاولى او القبله بقى، ما هي 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 الثانيه دي مؤقته. صح، راح قايل عند دي عشان هيحصل توجه ليها الذي ايه باركنا حوله. بس في تلميح لكل هذه الاحداث العظيمه في سوره الضحى. يبقى عشان الاصل بقى، انا خلاص عرفت، عشان هو ده الاصل الذي لا يتغير. وبما ان مفيش بشر هو اللي عمله، ولكن اختيار الهي لموقع القبله، شفت بقى، والكعبه تحت البيت المعمور باختيار الله، باختيار الله. المسجد الاقصى اتبنى برضه، في اختلاف مين اللي بنى ومش عارف ايه، مش عايز ادخل فيه، صح، بينهم 40 سنه، بس ما اتقالش عليه اللي اتقال في ده، ما اتبناش الفعل، لما لم يسمى فاعله هنا زي هنا، هنا البشر في المسجد الاقصى ممكن جدا بشر عملوه وبنيانه وبتاع، فربنا عشان هيخليه قبله مؤقته، يعمل نوع من البركه حواليه، مش كده؟ لكن ده مكان مبروك لوحده بطبيعته. وبعدين انت هتتوجه هنا ايه مؤقت لكل المساجد اللي انت شايفها دي علاء باختيار الناس. فعلاء ينقي حته ارض ويقول لي ايه تعالى ابنيها مسجد انا وانت، احنا اللي نقينا الايه المكان، لكن القبله ناحيه الكعبه مش بايدك. فانت المسجد ده علاء بناه باختيار علاء، متوجها الى ما اختاره الله قبله. يعني عايز اقول لك، لو انتوا عايزين تفهموني، ان القبله ما تنفعش باختيار بشر. يعني لما انت تيجي تقول ايه، هيطلع لك واحد كده بقى من اللي انت فاهمهم يقول لك ايه، طب ازاي الرسول صلى لمسجد باختيار البشر؟ قول له بس القبله فيه كانت فين؟ يعني المسجد الاقصى باختيار البشر كمكان، وليه ما يكونش ربنا اللي محدده؟ فاهمني؟ ما فيش صدف عند ربنا بالظبط. وعلى كل، لو انه باختيار البشر القبله فيه كانت بايه؟ بامر الهي، بامر الهي لدهو. صح؟ صح. ولما بقى هنا يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى دي اسمها ايه؟ تحويل، اعاده الى الاصل، اعاده الشيء لاصل، لاصل. كويس. سؤالين. السؤال الاولاني، ان ربنا بيرد على كلام السفهاء وبيقول لهم ان يعني القصه مش المشرق والمغرب، ولان ربنا له كل ده بالظبط كده، لكن هي المشكله انه هيهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بالظبط كده، لو قلبك سليم هتتبع وهتقول سمعنا واطعنا. ها. طيب النقطه الثانيه، الصياغه اتكررت ومن حيث خرجت، ايه الفرق؟ الوقت الاول قال له فولي وجهك، وبعد كده قال له ومن حيث خرجت، ومن حيث خرجتم، ليه التكرارات دي؟ التكرارات على قبله واحده. عايز يقول لك ان مثلا لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد خليفه يطلع يقول ايه، طب تعالى نشوف، نرجع بقى المسجد الاقصى عشان نراضي اليهود. ما انت عندك في كل زمان حواديت، عندك قصص، فروح شوف جابها كم مره علاء، كلهم فولي الفين، يعني الرسول، الامه والرسول، عايز يقول لك وبعد الرسول واليوم القيامه تظل القبله ايه، واحد باختيار من؟ باختيار الله. حتى المسجد هعيدها تاني اهو، حتى المسجد اللي اي حد يختاره، اختار مكانه، بس هتصلي فيه متجها الى ما اختاره الله تبارك وتعالى في الاصل، ان اول بيت ايه وضع للناس. ويبقى الكلام ده علاء لو انت عايز تاخد منه بقى خلاصه، خلاصه الاحتفال، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقوم واحد يرفع لك صباعه يقول لك استنى علاء ده قران، تقول له يقول لك مش مظبوط، استغفر الله العظيم، ليه يا سيدي؟ يقول لك فلان يصلي وياتي الفحشاء والمنكر. قول له الايه بتقول ان الصلاه الحقيقيه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى العيب مش في الصلاه، العيب في اللفندي اللي انت مش عاجبك ده ما بيصليش، بيأديها مش بيقيمها، مش بيقيمها. لان الصلاه في الحقيقه، شوف انت في اول الحلقه قلت حاجه انا عايز الناس تاخد بالها منها،
ان الحاجه الوحيده اللي مجمعه الامه دلوقتي القبله. ده اللي فاضل لنا. بس الصلاه عندك بتبدا من اول ما تقف في القبله ولا من الوضوء؟ لو الراجل ده توضى صح وتوجه الى القبله صح بقلبه قبل ما يكون باتجاهه، بس كده خلاص الصلاه دي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هديك لفته صغيره قوي، ويعني نبقى نقولها، انت متفق هنعمل حلقات عن الصلاه. وضع القدمين في الصلاه وانت واقف بيبقى ازاي؟ لازم يبقى ازاي؟ اللي الناس مش واخده بالها منه، لازم يبقى عارف 11؟ اهي 11 كده. ليه؟ حتى صباع رجلك ده اللي انت هتساوي بيه اعلى حته فيك في لحظه من لحظات الصلاه وهو السجود لازم يبقى متجه الى الكعبه. انما خد بالك في الصفوف كده في الصلاه تلاقي واحد واقف عامل كده. ما جايز هو عنده بري ولا لا؟ مش بري، ده هو سليم وكل حاجه، بس هو مش واخد باله منها. انا ما بعيبوش، انا بس بقول خدوا بالكم من الحته دي. لان مساله فولي وجهك، الوجه هنا كنايه عن ايه؟ مش الوش ده. كل ما في المقدمه الانسانيه. الوجه يعبر عن علاء. زي مثلا ما تسمي، خد بالك، تسمي الجاسوس عين. هو مش عين بس. هو عين بس. بس اهم حاجه فيه ايه؟ فالوجه اي الاتجاه. خدوا بالكم الحته دي انا هقولها تاني اهو. ما تقفش عامل رجلك كده في الصلاه. وجه رجليك ليه؟ للكعبه، عشان يبقى كل الوجه للكعبه. يعني كل الجسم الواجهه. ايوه للكعبه. جميل. فلو توضيت صح وزي ما انت قلتها، انت قطعتني قلت ايه؟ بقلبك. اتوجه بقلبك قبل وشك وقبل جسمك. بس مش بقول قبل يعني ما ده مش مهم، لا، ده انت هتتوجه بده علشان لما تتوجه بالجسد وتقرا القران في الصلاه فاتحه وما تيسر، طلع الكلام من لسانك وعديه على قلبك، تنهك الصلاه دي عن الفحشاء والمنكر. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني تحبوا نقول دعاء بقى نص من شعبك نختم بيه الحلقه؟ والله انا عندي دعاء ان ربنا يعني ينورنا ويثبتنا ويبعت لنا العلماء اللي ينورونا ويخلي كلامهم مؤثر ويفتح قلوب الناس ليهم، عشان كتر الجدل وكتر السفسطه هو اللي ده اللي مضيع الامه. واديكوا شفتوا ده اللي طلعنا بيه من حلقه النهارده، ما فضلناش الا وحده الهدف ووحده القبله. يا ريت نتفق عليها ونتفق على هدف عايزين نوصل له. جايز في يوم من الايام ربنا يكشف الغمه عن الامه. على العموم كل سنه وحضراتكم طيبين، ونشوفكم بألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.